مهرجان العدس. وما أدراكم ما العدس؟ ناس كتير وانا اولهم لو قدامهم لحمه قدامهم فراخ قدامهم عدس لا هيختاروا العدس. النهارده كمان مش هنعمل مجرد العدس العادي اللي احنا متعودين عليه وعملناه قبل كده مع بعض، ده النهارده في حاجتين حاطينهم في العدس هيخلوا لك العدس ده طعمه حكايه زي بالظبط امهاتنا زمان لما كانوا بيعملوه. اول حاجه النهارده العدس هنشوحه، كل الخضار والعدس هيتشوح معانا في الاول خالص، وجربوا التشويحه دي في معلقه زبده هتعمل ايه في العدس، دي حاجه. الحاجه الثانيه هسلوه او هسقيه بشوربه الماسوره، جايبه ماسوره حلوه كده من عند الجزار وليها اسم مميز اسمها العكشه، قولي له انا عايزه ماسوره عايزه العكشه اللي هي حرف ال دي، هوريها لكم دلوقتي في الحله. تسلويها كويس قوي، تهريها في السلق وتاخدي شوربتها تسلقي فيها العدس، حاجه كده من الاخر ما شاء الله عليه، ضفنا قيمه غذائيه عاليه، طعم غني جدا جدا للعدس، هتحلفي ان انت بجد بجد احلى عدس كلتيه في حياتك بالحاجتين اللي هنعملهم النهارده مع بعض. يلا بينا بقى نسمي بسم الله ونقول المقادير وبعدين ندخل على التحضير. بسم الله. المقادير بتاعتنا عندي ماسوره مسلوقه في شوربتها، زي ما قلت لك قولي له العكشه اللي هي بتبقى الركبه اللي هي غنيه 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 ما تتخيلوش قد ايه، ماسوره مسلوقه في شوربتها. بعد كده عندي كيلو عدس اصفر، بصلاية متقطعة مكعبات، طماطم برضو متقطعة مكعبات، ثوم، جزر، معلقة زبدة، زيت، ملح وكمون، كزبرة وشطة، بس هي دي مقاديرنا. بعد كده هعمل فتة، هحتاج عيش متحمر وهحتاج الخلطة بتاعة الفتة أو الدقة بتاعة الفتة، ثوم ومعلقة زبدة وطماطم مفرومة بالسكينة بس مش أكتر من كده. تعالوا نشوف الكلام ده. بسم الله. بصوا بقى شوفوا منظر الماسورة عامل ازاي. بسم الله. بصوا هي دي الماسورة الحرف ال اللي بقولك عليها اللي هي اسمها بالبلدي في السوق العكشة، تقولي للجزار كده اهي. دي بقى ما شاء الله عليها، يعني هحط الاول شوية زيت عشان حلتي سخنة، لو حطيت الزبدة على طول ممكن تتحروق، فحط كده شوية زيت الاول. حلو قوي الكلام ده. وبعدين يا ستي مكعبين زبده كده يعني حوالي معلقه كبيره. بصوا بقى الزبده اهي بتسيح، انا مستنيه بس ايه لما تبتدي تسيح معايا بالشكل ده، ابتدت تسخن هروح نازله بالبصلتين المكعبات. ماشي شوحي. وبعدين كم فص ثوم؟ زي ما قلت لك اربع فصوص خمس فصوص، العدس بيحب الثوم جدا. شوحي كله مع بعضه. وبعدين هروح نازله كمان بالجزر، كتري الجزر زي ما انت عايزه، الريحه ابتدت تطلع جميله. في المرحله دي بقى هروح واخده طماطميه بس مش اكتر من كده، عشان برضو العدس ما يحمرش منك، يفضل لون العدس اللون الكهرمان الحلو ده الاصفر الجميل زي ما هو، ما تكتروش الطماطم. ادي كده الخضار اتشوح، هروح نازله بالعدس اللي اتغسل كويس قوي لغايه ما الميه نزلت منه شفافه زي ميه الحنفيه بالظبط، واشوح بقى كده العدس مع الخضار. بسم الله. بصوا المنظر، انا عايزه اقول لك وانت بتعملي الحركه دي هتشمي ريحه ملهاش حل، ريحه الخضار مع العدس مع معلقه الزبده، ملح، كمون من الاول كده خالص، ايه كمان، كزبره. العدس عندنا ما بياخدش اكتر من التوابل دي، ملح وكمون وكزبره وشويه شطه لو حابين، انا بحب احط كده ايه شويه صغيرين كده. قلبي تاني بعد الملح والتوابل كله في بعض. تعالي بينا بقى على حلة العدس نشوف هنعمل ايه. بسم الله. من الحلة كده اي بصل اتسلق مع الماسورة ينزل، بصوا بصوا ازاي اهو، شايفين البصل اللي اتسلق ده ينزل كده. الله 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. شموا بقى ريحة العدس يا جماعة، وزودي المية زي ما انت عايزة ما تلاقيش خالص، وتوطي النار وتسيب العدس والخضار دول يتهروا في قلب بعض. فاهمين ازاي؟ يعني مش مجرد سلق بس، لا انا عايزه العدس ده يتهري يتهرس خالص كده مع الخضار، عشان لما اجي اضربه في الخلاط او الهاند بلندر ابص الاقيه اداني قوام ناعم بسهوله من غير ما اصفيه ومن غير اي حاجه. نزود شويه شوربه كمان. يلا بينا. يبقى احنا كده يا جماعه ما شاء الله ما حطيناش ميه خالص، سلقنا الماسوره الحلوه اللي زي العسل دي وخدنا شوربتها بس كده. هو عايزه اقول لكم بقى حاجه مهمه جدا، لما تيجي تعملي العدس بالطريقه دي
طعم الشوربه مع طعم معلقه الزبده اللي تشوح فيها العدس والخضار، ولا هيحتاج تعملي له دقه، ولا هيحتاج تعملي له فص ثوم، ولا يحتاج اي توابل، ولا يحتاج مكعب مرقه ابدا. يعني هو كده يستوي، اضربيه واشربي كده وادعي لي. ممكن شويه شعريه متحمره، بعد كده يا تضربيه في الخلاط يا تضربيه بالهاند بلندر، يطلع لك ناعم جدا زي ايه الحله اللي انا عاملاها لكم من الصبح اهي، ولسه بتسخن كمان معانا. اجيب لكم كبشه حلوه كده واوريكم القوام. بصوا المنظر، بسم الله ما شاء الله. هنجيب بقى عيش محمص، يلا بسم الله. هنجيب الطبق بقى اللي هنفت فيه، ادي العيش المحمص، واروح جايبه حله العدس كده. هي طبعا متظبطه، انا مظبطه ملحها، مظبطه كل حاجه فيها، التوابل بتاعتها. واسقي بقى العيش، انا دلوقتي بعمل الفته اهي. ده كده جاهز على الدقه الحلوه اللي هنعملها له دلوقتي. تعالوا بقى كمان نحط على الشعريه. بسم الله، ادي الشعريه اتحمرت ونزلت عليها بشويه عدس. ما بغليش العدس بالشعريه كتير، الشعريه اول ما بتاخد اول غلوه خلاص بتبقى استوت معانا وزي الفل، ولا اي اندهاش اهي. ده كده جاهز على التقديم على طول. انا دلوقتي هغرف شوربه العدس بالشعريه اهي، ما شاء الله عليها. شايفين ازاي سهله وسريعه جدا جدا جدا؟ تحمري الشعريه وتروحي على طول على طول نازله بشوربه العدس، ولا كلمه بقى اهو. وشايفين القوام؟ وخلي الشعريه قليله علشان ما تقلكيش العدس. تعالوا نعمل بقى الدقه دلوقتي بتاعت الفته. التومه مع معلقه زيت ومعلقه زبده اهي. الله الله الله، لسه كده ما تبلتش من غير اي توابل، ومش عايزه التومه تغمق، وعلى طول هتشطها بشويه خل. بسم الله. الله الله الله، خلي بقى التومه تشرب الخل. هناخد بقى طماطم مفرومه كده اهي، بس يا ستي وخلصنا. تغلي بس غلوه واحده مع التومه ومع التوابل اللي هنحطها، اللي هي ايه تاني؟ نفس توابل العدس، شويه كزبره، شويه كمون، وشويه ملح. ما تكتريش الملح عشان احنا حاطين خل. ده طبق الفته اللي عملناه اول حاجه. خدي بقى الدقه اللي عملناها دي وحطيها على الوش كده. بصوا بقى، تومه بالخل اهو. وممكن كمان نفس الدقه دي لو حابه تحطيها على وش البوله دي اللي عملناها بالشعريه، برده هتبقى حلوه، وبرده من غير شعريه تبقى كده ايه، تدي طعم حلو. بصوا ازاي دي الزبده